السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم قناتنا جوش تاتيو مع توتو كرافت امبارح آه عملنا آه تنوره تنورة لبنوتة بغرزة 3D اليوم راح نكمل مع بعض وافرجيكم كيف ممكن نطلع بأي تنورة عنا ونعمل افرول اهلا وسهلا فيكم وخليكم معنا هلا بنيجي هنبدأ في الافرول من فوق نمسك هاي البداية نعمل هيك حتى ناخد هي هيك علمنا غرزة الوسط ماشي اللي هي في المنتصف أنا. هلا بنرجع نفرد هيك التنورة بشكل واضح هلا بدنا نيجي نحسب الشيال تبع الافر هول كيف بده يطلع لحتى يكون شغلنا مرتب ومنظم ومظبوط لازم يكون شغلنا دقيق بنحسبه بالورقه والقلم حتى يكون معانا ممتاز هلا احنا حنشتغل هاي العلامه اللي بالنص هي لازم تكون علامه الوسط وسط الشيال بالضبط هاي الغرزه لازم تكون وسطه بالشكل بالضبط يعني هسا احنا بدنا نحسب هاي العلامه الغرزه هاي اللي هي وسط الشيال لازم تكون في منتصف الشيال اللي بدنا نطلع فيه مهما كان شكل الغرزه لازم تكون هاي في الوسط علامه الوسط حتى يكون الشغل منظم هلا انا بدي اشتغل عرض الشيال 17 سم ال 17 سم حسبتهم عندي بدهم يكونوا 31 غرزه ال 31 غرزه لما بدنا نيجي نقسمهم للمسافه هاي غرزه الوسط طبعا حتى يطلع معك غرزه وسط لازم يكون العدد فردي حتى يكون العدد من هنا ومن هنا غرزه الوسط فرديه لا حتى يطلع معنا مجموع 31 غرزه هاي بدها تكون الوسط وبده يكون عندنا من هون 15 غرزه من 15 غرزه من اليمين 15 ومن الشمال 15 غرزه تمام هلا لازم نعلمهم حتى يطلع الشغل مزبوط ما نتغلب في الشغل اول شيء حنيجي نعد نعد من هون هي غرزه الوسط نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وهي غرزه ال15 بدنا نعلمها طبعا تعلموها بالماركر اللي عندكم دبوس اذا ما عندك ماركر ايوه باي شيء انت ممكن تستفيدي منه آه صحيح في ناس شكوا انه ما عندهم الماركر فانا راح أحطيهم حل منزلي اللي هو آه الابره والدبوس آه الابره والخيط عفوا بتجيبي اي لون خيط بيختلف عن الخيط اللي انت بتشتغليه وبتمسكيه هيك بتدخليه بالابره وبتربطيه بيعمل لك زي ماركر مثل هيك هنعمل نفس الشيء من الجهة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة, 11, 12, 13, 14, وهي الخمستاش. بنفس الطريقة بالإبرة والخيط حنعلم مثل هيك ونربط هاي بالنسبة للناس اللي ما عندهم ماركر اللي بتغلبوا منه بهاي الطريقة إحنا علمنا غرزة الوسط غرزة البداية من اليمين وغرزة النهاية من الشمال، هلا حنبدا الشغل، أنا قسمت طريقة الشغل حاشتغل أربع غرز أستك من هون اللي هم أمامي وخلفي وأمامي وخلفي، ومن هون نفس الإشي أمامي وخلفي وأمامي وخلفي، بعدين حاشتغل نظام نفس الغرزة اللي اشتغلناها بالأسفل، أنا حأعمل منهم ثلاث موديلات، ماشي؟ الغرزة هاي لازم نتأكد إنها تضلها بالنص، هلا خلينا نربط الخيط ونبلش معكم شغل. حنعمل بس خليني انتبه للكاميرا غرزة عقدة البداية نيجي هون اول آه غرزة علمناها بندخل الخيط فيها منزلقة هيك بنكون ثبتنا الخيط هلا بنرتفع سلسلة ارتفاع وبنيجي لأول عمود أمامي نشتغله هي واحد أمامي هاي اثنين خلفي ثلاث امامي عمود طبعا كلهم غرز عمود واربعه خلفي ماشي هلا بنترك غرزه غرزتين وبالثالثه هنشتغل اربع اعمده مثل ما كنا نشتغل بالغرزه بالاسفل نفس الموديل ونفس الغرزه هي عمود بنفس الغرزه هي اثنين ثلاثه اربعه بجانبها الغرزة بجانبها هنطلعها غرزة عمود أمامي مثل ما كنا نشتغل في الجانبها بالضبط بنشتغل أربع أعمدة واحد اثنين هاي ثلاث هاي أربعة ماشي هلا هنترك غرزة غرزتين وحنيجي نعمل حشو في الغرزة الثالثة ماشي هلا هنرجع نترك غرزة غرزتين وفي الثالثة هنشتغل أربعة أعمدة اثنين ثلاث هاي أربعة في الجانب اللي هي هتكون غرزة الوسط عندي هشتغل عمود أمامي واللي بجانبها هنشتغل أربعة أعمدة بنفس الغرزة واحد اثنين ثلاث أربعة تمام هيك هنترك غرزة غرزة غرزتين وفي الثالثة هنعمل غرزة حشو هلا هنترك كمان غرزة غرزتين وفي الثالثة هنشتغل أربعة أعمدة هاتنين شغلي واضح الكاميرا هم هاي ثلاث أربعة واللي بجانبها هنشتغل غرزة أمامية واللي بجانبها هنشتغل أربع أعمدة أنا شوي الكاميرا قريبة أرفعها شوي هيك أوضح شوي واحد اثنين ثلاث هاي أربعة تمام هلا حنترك بس عفوا الخط شوي هنترك غرزه غرزتين هي واحده هي تنتين وفي الثالثه حنشتغل اللي هو الأستك مثل ما حكينا خلفي وامامي هي خلفي امامي عمود خلفي وعمود امامي هيك بنكون خلصنا اول سطر اول سطر في طلوع شيال اشتغلنا اربعة استك نشرح كمان مرة ثلاث انماط اللي هي الغرزة اللي اشتغلناها تحت وكمان اربعة استك هلا ناخد غرزة حنطلع السطر اللي بعده نرتفع سلسلة نلف الشغل وحنشتغل بنفس الطريقة الامامي حنشتغله امامي والخلفي حنشتغله خلفي هاض بالنسبة للاستك هاي ثلاثة. هاي أربعة هيك بنكون وصلنا لأول آه غرزة في الشكل هنشتغل هنا ما كنا نشتغل تحت حشو هاي واحد اثنين ثلاثة. أربعة نأخذ سلسلة بنلف على العمود الأمامي وبنشتغله برضه أمامي نرجع نأخذ سلسلة وبنرجع للخلف بنشتغل غرز حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة هلا بين هاي وهاي بنشتغل ثلاثة سلاسل وبنرجع نفس الشي نفس ما كنا نشتغل في موديل التنورة من اسفل اثنين ثلاثة اربعة برضو سلسلة وعمود امامي سلسلة وبنرجع حشو هي واحد اثنين ثلاث اربعة نعمل ثلاث سلاسل وبنجي على ارض الغرزة الثالثة هي واحد اثنين ثلاث هي اربعة سلسلة عمود امامي سلسلة نرجع أربعة حشو واحد اثنين ثلاث هاي أربعة بكون وصلنا لغرز الأستيك نشتغلهم برضو هاي خلفي أمامي خلفي وبرضو أمامي هلا نرتفع سلسلة وبنلف الشغل نشتغل بنفس الطريقة زي ما اشتغلنا السطر اللي قبله واحد اظن الغرزة صارت واضحة لنا اثنين هاي ثلاث هاي احنا هيك وصلنا إيه هذا الطول مناسب الي لانه لسه حنشتغل أربع اسطر اللي هي الخاتمه فهذا الطول بناسبني للطفله اللي انا عم بشتغل لها اذا انتي الطفله عندك صدرها اطول حتى لو كانت نفس العمر ممكن تاخذ مسافه الصدر اكثر من هيك انا اشتغلت بالنظام الغرز 1 2 3 4 5 6 7 هسه بنيجي نغير هون في غرزه الخ... اللي من ورا لما بنلف الشغل اشتغلت غرز الاستك تمام 1 2 3 4 مثل ما اشتغلناهم بالاول 6 هلا بنيجي هون احنا بالعاده كنا نشتغل حشو مش حنشتغل حشو حنشتغل عمود خلفي بدل حشو خلفي عمود خلفي هي واحد اثنين ثلاث وهي اربعه تمام هلا مش حنشتغل في هذا العمود الامامي حنتركه حنتجاهله ونكمل في اللي بعده نفس الشيء في الاربع تانيين يعني حنشتغل عمود خلفي بس في الاربع غرز اللي من اليمين ومن الشمال وبنترك العمود الامامي اللي في الامام اثنين هاي هاي اربعة نيجي نت... لهون الفراغ بين الغرزتين ما بنعمل سلاسل نيجي على اول غرزة بهدول الاربعة نشتغل برضو عمود خلفي على طول تل هيك واحد اثنين هاي ثلاث هاي اربعة برضو بنترك العمود الامامي وبنشتغل في الاربعة اللي بعده هي واحد اثنين ثلاثة اربعة برضو لاخر واحدة نفس الاشي على طول بنشبك معاها كمان اعمدة خلفية هي واحد هاي اثنين هاي ثلاث اربعه عفوا الخيط شوي هي اربعه نيجي للاربعه اللي بعديهم على طول هي واحد اثنين. ثلاثه اربعه نكون وصلنا لغرز الاسك بنشتغلهم مثل ما هم بالضبط الامامي امامي والخلفي خلفي اثنين تلات وهي الرابعة تمام هيك هلا بناخذ سلسلتين وبنلف الشغل هلا هذا السطر هنشتغله كله غرز استك امامي وخلفي حتى الغرز اللي بالنص واحد اثنين هي امامي ثلاث هي اربعة خلفي كون وصلنا لهدول بنكمل على نفس النمط احنا اخر واحدة هون خلفي نيجي هون ناخد هاي امامي واللي بعدها خلفي برضو امامي واللي بعدها خلفي مثل هيك بنضلنا بنفس الطريقة لاخر السطر امامي وخلفي حتى واجهنا مشكلة في اخر السطر هلا حفرجيكم هي حتصير هاي المشكلة حتواجه الجميع لأنه العدد زوجي فأكيد حيكون في تضارب بين غرزتين نفس الشيء يعني هاي المشكلة مش بس معاي مع الجميع حتواجههم لأنه احنا عاملين الأستك أمامي وخلفي من الأساس فلازم نمشي على نفسهم يعني ما بصير نغيرهم بالأخر نعكس أو نخرب في نظامهم حيخرب الشكل من فأنا حفرجيكم كيف نحل هاي المشكلة هي امامي هي خلفي هي امامي وهي خلفي هيك بنكون وصلنا للغرزة الثالثة برضو بنيجي هي امامي وهي خلفي امامي وخلفي امامي خلفي هي امامي هيك بنكون وصلنا الاخيره بدنا نعملها خلفي وانا عندي اول غرزه بالاستك خلفي يعني التنتين نفس الاشي صعب اني اخرب بغرزه الاستك ان هي الخلفيه اعملها اماميه فشو بنعمل هاي المشكله حتواجه الجميع اذا كانت امامي او خلفي انه حتلاقي بالاخر غرزتين رح يتعارضوا مع بعض فشو بنسوي بناخد التنتين غرزه واحده مثل هيك نشتغلهم التنتين اذا كانت دور الخلفي بنشتغلهم خلفي واذا كان دور الامامي نشتغلهم امامي هيك بنكون حلينا هاي المشكله هاي المشكله زي ما حكيت لكم حتواجه الجميع هي مش مشكله يعني حلها بسيط لانه الاستك آه لازم يضل مثل ما هو صعب نغير فيه اللي هي غرزه الجنب هاي صعب نغير فيها فلهيك حتواجه الجميع هاي المشكله هيك خلصنا السطر نأخذ سلسلتين وبنلف الشغل هلا بهذا السطر حنعمل العروه العراوي تبعون الازرار هنشتغل هاي امامي نشتغل هاي غرزة هاي غرزتين هاي ثلاث تمام هاي اربعة هلا بنيجي ناخد سلسلة بنتجاهل الغرزة اللي بعدها اللي هي امامية وبناخد نشتغل في العمود اللي بعده على طول مثل هيك شايفين كيف طبعا مسافة العروة بترجع لك يعني ممكن تسحبيها لهون وممكن تكربيها كمان غرزتين هذا الموضوع برجع لك هلا احنا هنكمل بهاي الطريقة امامي وخلفي لحتى نوصل للغرزة هون نفس مسافة هاي الخامسة وبعدين هنشتغل العروة الثانية انا هيك وصلت لاخر السطر ضل اخر خمس غرز بناخد سلسلة بنترك هذا العمود ونشتغل في اللي بعده عادي حسب نظامه وبنكمل امامي وخلفي اثنين ثلاث هاي اربعة تمام هيك هلا اخر سطر السطر الاخير بنلف الشغل شايفين كيف المنظر معنا ضل شغال. هلا احنا في السطر الاخير مثل ما حكينا بنشتغل عادي الامامي امامي والخلفي خلفي بنضل ماشيين لحتى نوصل فتحة العروة اللي احنا اشتغلناها بكل بساطة نشتغل فيها عمود عادي وبعدين بنكمل شغل عادي بنرجع للأمامي أمامي والخلفي خلفي وبهالطريقة هيك بنكون خلصنا الصدر تبع الأفر هول بنكمل لآخر السطر والعروة برضه بنشتغل فيها عمود عادي خليني أكمل السطر وحرجع أفرجيكم كيف حنشتغل الشيالات الكتفيات حتى يمسكوا الأفر هول هي هيك أنا خلصت السطر سكرت الشغل هلا حنلف هنشتغل الشيلات من ورا انا علمت غرزة المنتصف اللي هي بداية اصلا انا ما نظفت الخيط حتى افرجيكم تميزوها حننظف الاخر هلا هنيجي من هون هنجيب الخيط نمسكه نعمل عقدة البداية حتى نبدأ الشغل من عند العلامة اللي احنا حطيناها الماركر بنحط نشتغل بنعد عفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وبنشتغل في الثامنة بنشبك الخيط في التامنة هيك نشبك الخيط في التامنة بنطلع او نشده شوي نطلع سلسلة سلسلتين رح نشتغل بنفس النظام اللي اشتغلنا امامي وخلفي بهاي الطريقة هاي امامي وهي خلفي نفس غرزة الاستيك هنطلع فيها اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة هيك نكون اشتغلنا اول لفة شيال وتقدر تعرضيها كمان انه ثمانية او تدخليها ستة هاشتغل ها هاطلع ها سلسلتين هلف الشغل هشتغل بنفس الطريقة الامامي امامي والخلفي خلفي نفس الشيء حضل طالع فيهم القياس اللي بيناسبني حتى انه يشبك على الشيال على الصدر وهاي الطريقة بنكون قربنا على الخاتمة انا حفرجيكم كيف نشبك الثانية هاي السادسة ماشي هاي السادسة هيك نشتغل اخر شيء مثل هيك حتى يضل الشغل مرتب تمام هيك حنطلع سلسلة سلسلتين ونكمل الشغل عادي هلا بنيجي على الجهه الثانيه انا حشبك افرجيكم حتى اختصر عليكم الوقت بس ثواني للخيط نيجي الجهه الثانيه بنعد نفس ما عدينا هون نفس العدد بنلف الخيط على السناره عقدة البداية ونفس العدد من هون في الغرزة الثامنة نشبك الخيط مثل ما حكينا ممكن تشتغلوها من هون أو تعدوا من هون وتبدوا من هون بس الطريقة بما إنه نفس الشيء الغرز بنطلع سلسلة سلسلتين عشان احنا جايين من الشمال تقدري تشتغليها من اليمين بكل سهولة وبنلف هيك وهيك بكون فرجيتكم طريقة الافر هول هكمل انا الشيلات وحرك بالازرار وحفرجيكم كيف هيكون بالاخر وانظف بقايا الخيوط وهي الغرزة النهائية اهم شيء انه نتأكد نفس المسافة من هون نفس المسافه من هون تركناها نفس عدد غرز الشيال اللي حنرتفع فيه وبدها تكون اكيد نفس المسافه اللي انتركت من هون خليني اكملهم حرجة افرجيكم بالنهايه هي انا رجعت لكم بعد ما كملت الشيالات ركبت لهم الازرار طبعا الزر اللي بناسبك وانت بتفضليه واهم شيء بده يكونوا شيالات قياس بعض نفس الطول طبعا بتعدي اسطر افضل من القياس بهي الطريقه الاسطر بضل شيء اكيد 100% نظفت بقايا الخيوط قمت الماركر اللي انا حاطاهم وفنشت الشغل هاي تقدر تسكريها بالطريقة الاعتيادية فرجيكم شكله ممكن تلبسيه لبنتك بهاي الطريقة لبنوتك الزغنونة أو بطريقة الإكس أفرجيكم من ورا كيف كتير مرتب كتير أنيق طبعا هاي الغرزة وهذا الأفر هول ممكن تشتغلي صيفي أو شتوي بس اللي حيختلف اللي هو نوع الخيط بس أما تقدر تنفذي نفس الغرزة ممكن يختلف معك القياس شوي لأنه الخيط الصيفي بيجي أخف فحتزيدي القياس شوي أما إنه كشكل حتطلع معك بنفس الروعة هاي 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 اكس هاي اكس من ورا وهي من الامام كتير مرتب وشيك غرزة دي وعلمتكم كيف تعملوها تنوره من الاساس اذا ما بدك اياها اوفر تقدر تشتغليها تنوره تركبي لها شبر ستان او تتركيها زي ما هي هيك تحطي لها الاكسسوار اللي بناسبك تنفعك باي طريقه لا تنسي تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب تضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل إشي جديد وان شاء الله راسلوني الى طلب المنتج بتلاقوه على رابط الانستغرام في صندوق الوصف بالاسفل ولا اي غرزه جديده او اي قطعه جديده حابين انفذها يا ريت تكتبولي في الكومنتات واهلا وسهلا فيكم مره جديده مع جاستاتيو وتوتو كرافتس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته